السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من استاد الأهلي. أكيد بعد نهاية مباراة الأهلي والأسيوطي والفوز الجميل من خلال طبعا هدف رائع لعبد الله السعيد في هذا اليوم، أكيد إحنا بنستعد على قدم وساق أكيد لمباراة مصر المقاصة المؤجلة أيضا من الأسبوع الثاني إن شاء الله. كل التوفيق طبعا لفريقنا، إن شاء الله المباراة هتكون يوم الأحد. الاستعداد طبعا مش بس فني ومن خلال اللاعبين والجهاز الفني، لا أيضا من مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب اللي زار الفريق النهارده. أكيد وجود كابتن محمود الخطيب لمدة ساعة وكلامه مع اللاعبين والجهاز الفني أكيد بيطفي جزء مهم جدا من الجزء التحفيزي والجزء الشكل اللي احنا محتاجينه على مدار السنة من خلال طبعا اللاعبين. وجود كابتن محمود الخطيب طبعا كلاعب ونجم سابق في النادي الأهلي، نجم كبير طبعا في النادي الأهلي وفي مصر، أكيد وهو بيتكلم وبيدي التحفيز وبيدي ممكن الخبرات اللي موجودة للاعبين أكيد بيبقى ليها منظور تاني أو بشكل مختلف تماما لدى اللاعبين من خلال استقبالهم لهذه المعلومات اللي ممكن تكون جاية من نجم كبير، من نجم اسمه كابتن محمود الخطيب بيبو. ولكن طبعا هو بصفته رئيس للنادي أيضا بتبقى الموضوع برضو منه إداري ومنه طبعا كلاعب كرة طبعا ليه تاريخ طويل في كرة القدم. ده أول اجتماع أكيد لكابتن محمود الخطيب ليه مع الفريق ومع الجهاز الفني، ووجوده طبعا مع كابتن سارة حفيظ وكابتن حسام البدري. استقبال بقى اللاعبين النهاردة للمعلومات ممكن أو التحفيز من كابتن محمود الخطيب إن شاء الله يجيب نتيجته بشكل كبير في الفترة القادمة، لأن احنا عندنا أهداف كتير في الفترة القادمة، الفوز طبعا في المباريات سواء بقى المباريات المؤجلة أو الدوري بشكل بقى منتظم، المباريات المنتظمة في الأسابيع القادمة، عندنا أيضا بطولة كأس مصر مع الداخلية، عندنا بطولة السوبر إن شاء الله هكلمكم عليها لأن احنا عندنا مشكلة في هذه المباراة، لأن كابتن سارة حفيظ طلب التأجيل في هذه المباراة، هنقول التفاصيل الخاصة بيها، ولكن تدريب الصباح كان موجود كابتن محمود الخطيب مع الفريق، وده حاجة احنا بنعتز بيها وبيعتز بيها أكيد اللاعبين، وكان أكيد مبسوطين بوجود هذا النجم الكبير ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. ولكن بعض اللاعبين طبعا بيجهزوا أو بيجهزوا نفسهم للمباراة القادمة، يعني حسام عاشور احنا عارفين أنه هو عنده إجهاد بسيط في العضلة الضمة، نتمنى أنه يرجع. واخدين بالنا أن حسام من ضغط المباراة ابتدى مثلا ما بيلعب بيرجع بيبقى فيه إجهاد بيريح ويبتدي يرجع تاني، نتمنى أن حسام يبعد تماما عن أي مجهود زيادة في الفترة القادمة عشان يبقى متواجد إن شاء الله بشكل سليم وبشكل يكون دوري مع المباريات، لان ضغط المباريات فعلا كبير على لعيبه النادي الاهلي، واحنا عارفين ان حسام من اللاعبين المميزين اللي بيقوموا بدور مهم جدا وتواصل مستمر في جميع المباريات، بدايه من ساعه صعود ان شاء الله دائما عدى او كسر ارقام قياسيه في مشاركته في مباريات كتير سواء في الدوري او في الكاس او في بطوله افريقيا. ولكن زي ما احنا شايفين ده تدريب الفريق كان موجود كل اللاعبين تقريبا ما عدا طبعا رامي ربيعه، هشام محمد اللي ايضا كانوا بيتمرنوا في الجيم النهارده موجود، ايضا حسام عاشور كان بيتمرن تمرين تاهيلي ان شاء الله يرجعوا كلهم بالسلامه، ده اللي احنا نتمناه، كل اللاعبين يبقوا جاهزين، تالق اللاعبين في المباراه السابقه استمرارا تالق مثلا ايمن اشرف، عبد الله سعيد اللي احرز هدف رائع. الناس بتتساءل يمكن المباراه اللي فاتت كانت الى حد ما هاديه شويه او مش ده النادي الاهلي اللي احنا شفناه او فريق الاهلي اللي احنا شفناه يوم مباراه انبي، لكن طبعا كل مباراه وليه ظروفها، كل مباراه وليها التكتيك بتاعها، حتى الفريق اللي قدامك كان بيتعامل ازاي معاك اكيد بشكل مختلف عن فريق انبي. علي ماهر تعامل مع المباراه لانه بيلعب فريق كبير فريق الاهلي، فبالتالي الشكل الدفاعي كان عنده بشكل قوي، انت اتاخرت في احراز الاهداف او احراز الهدف اللي انت احرزته في الدقيقه 53 في الشوط الثاني، ولكن في الاول في الاخر حققت المراد والهدف من النتيجة أو من هذه المباراة وحصولك على الثلاث نقاط ووصولك للمركز الثاني إن شاء الله. مباراة مصر مقصة المؤجلة من الأسبوع الثاني تبقى أيضا مهمة جدا لينا ومهمة أن أنت تكسبها عشان توصل وتتربع على قمة الدوري، لازم طبعا جميع مباراتك المؤجلة سواء بقى المباراة القادمة المقصة عندك النصر عندك المقاولين إن شاء الله دول الثلاثة دول 12 نقطة تقدر تحقق فيهم نتيجة مميزة وتحقق ال 12 نقطة كلهم عشان تتربع فعلا على قمة الدوري بأمر الله، هو ده اللي احنا نتمناه. طبعا احنا عارفين الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، الإسماعيلي في المركز الأول برصيد 27 نقطة، هو ده يعني الأمور إن شاء الله تفائلوا إن شاء الله بالنسبة لجمهور النادي الأهلي.
فريقه من خلال قدراته ومن خلال لعبته وجهازه الفني. ما شاء الله احنا الاميز، احنا الاقدر في المباريات القادمه. احنا ده الهدف عبد الله السعيد طبعا الرائع، هدف عالمي ما شاء الله لعبد الله، اللي دائما في حلول لكل اللاعبين داخل المستطيل الاخضر بالنسبه للنادي الاهلي. لو ما لقيتش عبد الله بتلاقي اجاييه، لو ما لقيتش اجاييه بتلاقي وليد ازارو، لو ما لقيتش وليد ازارو بتلاقي مؤمن او وليد سليمان، كلهم ما شاء الله احسن لاعبين في مصر بشوفه من وجهه طبعا نظري، مع احترام لكل الفرق، وايضا من احسن لاعبين في افريقيا وفي الوطن العربي. الاطمئنان طبعا على تمرينه النهارده وكل ما حدث طبعا، وزياره كابتن محمود الخطيب النهارده في اولى زياراته للفريق. النهارده معايا على الهاتف زميلنا كريم احمد. كريم مساء الخير عليك. كريم تحياتي ليك يا كابتن فاروق وكل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتي ليك كريم. طمنا النهارده، يعني النهارده كان في زياره مهمه جدا لكابتن محمود خطيب في اولى زياراته للفريق، يعني اكيد بعض الامور الخاصه بكره القدم، لان طبعا اميز حاجه ممكن نقولها في كره القدم يبقى اسم كابتن محمود خطيب في ظل وجوده كرئيس للنادي، وفي نفس الوقت وجوده النهارده وزيارته كانت ايه معالمها النهارده كريم؟ بالفعل يا كابتن فاروق يمكن الزياره ليها بعض الاجابات الكبيره جدا وليها مردود كبير جدا عند الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. النهارده يمكن كابتن محمود تواجد الساعه 8:30 في غرف خلع ملابس بالنسبه للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين. ابرز طبعا الكلمات اللي كانت موجوده من الكابتن بيبو المرحله، اهميه المرحله القادمه، قال لهم انتم بتسعدوا الجمهور من الاداء والنتيجه خلال المباريات الماضيه، لابد من الاستمرار على كده، جمهور النادي الاهلي منتظر مننا، منتظر اداء ومنتظر نتيجه، وده اللي انتم بتعملوه. المرحله اللي جايه مرحله مهمه وكل الدعم ليكم، مجلس الاداره كله هيكون متواجد خلف فريق الكره كما هو المعتاد، وايضا خلف كل الالعاب الجماعيه والفرديه الموجوده في النادي الاهلي. تلاها على طول طبعا بعد الكلمات البسيطه من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، محاضره فنيه للكابتن حسام البدري، محاضره فيديو كالمعتاد، بعض نقاط القوه والضعف للفريق، المقاصه، التكتيك، الاسلوب، بعض كمان التمركزات الخاطئه في المباريات الماضيه بالنسبه للنادي الاهلي، وايضا الثغرات الخاصه في فريق مصر المقاصه. وبدا المران كالعاده بفقره بدنيه تحت اشراف الكابتن انيس الشعلالي، لكن يمكن انقسم التدريب كابتن فاروق الى قسمين، جزء طبعا اللعيبه اللي بتشارك بصفه اساسيه او اللعيبه اللي شاركت في المباراه الماضيه. كابتن حسام البدري خايف من الاجهاد تلاحم المباريات بشكل كبير وعندنا اصابات، فالكابتن حسام بيحاول ان هو يعني يحافظ على كل اللعيبه اللي بتشارك بشكل مستمر خلال المباريات الماضيه، فكان ليهم تدريب خفيف النهارده، لكن باقي المجموعه كان تدريب كامل. والنهارده كمان الكابتن حسام كان عامل تقسيمه في اخر المران، كان وقف التقسيمه اكتر من مره، كان بيشرح طبعا بعض التمركزات الخاطئه لخط الظهر، ويمكن كمان كان محمد هاني واحمد فتحي بياخدوا بعض الادوار كده في دور المساك، رامي ربيعه طبعا وسعد سمير اصابتهم ان شاء الله ما بتكونش مؤثره على فريق النادي الاهلي، في ايمن اشرف، في محمد نجيب واحمد فتحي ومحمد هاني تحسبا يكون فيهم الاستعانه في خط الظهر. التدريب النهارده كان رائع جدا وفي حماس كبير جدا، والتحذير المستمر من الكابتن حسام البدري على عدم الالتحامات، كل اللعيبه يعني عايزه تشارك وعايزه تاخد فرصه، فطبعا انت عارف كابتن فاروق بيبقى فيه التحامات قويه جدا، لعيبه النادي الاهلي في اصابات كتير عندنا، وفي لعيبه ان شاء الله بننتظرها ان هي تعود، فكان التدريب النهارده تدريب مميز. كمان في تركيز كبير جدا من الكابتن حسام البدري على الكرات العرضيه، وكان من اهم التعليمات النهارده اللي سمعناها ان لابد الوصول الى المرمى باقل باص، يعني لابد يبقى فيه باص واثنين وثلاثه، ما يبقاش في وقت كبير جدا ان احنا نصل الى المرمى، واستغلال انصاف الفرص اللي بتيجي، لان في مباريات مش هيبقى فيها فرص خالص الا فرص كافه الفرص. لو بكلمك كمان على اللعيبه المصابه او اللعيبه كمان اللي هتعود يا كابتن فاروق ان شاء الله خلال الايام القادمه، هشام محمد يمكن هيستمر شويه، يقعد لسه اسبوع قدامه ان شاء الله للعوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه، بينضم له سعد سمير اللي بيتمنى له اكيد الشفاء العاجل خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ايام هتفصل سعد سمير باذن الله عن العوده للتدريبات الجماعيه. وحسام عاشور النهارده يمكن ادى تدريب في الجيم، عنده بعض الاجهاد حسام، فكان في خوف ايضا كمان من الجهاز الطبي ان هو يشارك في التدريب الجماعي النهارده. الشناوي كمان يمكن بنسبه كبيره كابتن فاروق الشناوي ممكن يعني ما يكونش متواجد في قائمه مباراه المقاصه، ما تدربش تدريبات جماعيه بقى له كم يوم بيتدرب في تدريب في الجيم، لكن غدا هيكون في اختبار طبي من الجهاز الطبي. طب كريم، يعني الناس عايزه تطمن برضو على مروان، يعني اخباره ايه في التمرين؟ طبعا مروان من الفراوده المميزه اللي انت اعتمدت عليها في وقت من الاوقات ومنتظر عودته بشكل سريع، يعني اخباره ايه؟ هو طبعا كابتن فاروق مروان يعني في خوف ان هو يدفع بيه في ماتشات يكون فيها احتكاكات قويه، ده اللي احنا فاهمينه وده اللي احنا، لكن هو بيتمرن بشكل عادي في التدريب الجماعي في احتكاك ما اكيد في التمرين بيبقى فيه بيتدرب يا كابتن فاروق وبيظهر بشكل مميز، ما بياخدش جرعات كبيره جدا من التدريب، لكن في احتكاكات وفي باص وبتبقى فيه كنترول على الكوره كده، لكن هو طبعا يعني في كده تخيل طبي للطبيب النادي الاهلي خالد محمود ان هو يدفع بيه في توقيتات يعني ما يكونش فيها التحامات قويه، ما يكونش فيها الفريق
يحتك بنسبه كبيره او بخطوره او كده ياثر عليه خلال الفتره اللي جايه. فطبعا لكن هو ماشي بشكل مميز جدا مروان، وان شاء الله خلال يعني اقل من اسبوع اقل من 5 ايام ان شاء الله يكون بعد مباراه المقصه، وان شاء الله يكون مشارك في التدريبات الجماعيه كامله، وان شاء الله يتم الدفع بيه في المباراه كابتن فاروق. نتمنى ان شاء الله يعني اكيد كل اللاعبين سواء بقى سعد حسام مروان هشام محمد يعني كل لاعبين رامي ربيعه طبعا كلهم يرجعوا بالف سلامه. انا بشكرك كريم، طمنتنا على الفريق وطمنتنا طبعا على جلسه كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين والتحفيز اللي موجود اكيد من خلال نجم كبير زي كابتن محمود الخطيب. بالمناسبه طبعا احنا عندنا مباراه السوبر ان شاء الله، كان اتحاد الكوره قرر انها تكون في الامارات في استاد هزاع بن زايد ان شاء الله يوم 12. احنا طبعا عندنا مباراه لو نتذكر برضو ايضا ان شاء الله هتكون في الاسبوع 17، ودي نهايه الدور الاول امام نادي الزمالك. بالتالي انت الفرق ما بين يوم 8 ليوم 12 4 ايام، بالتالي النادي الاهلي في ال4 ايام دول عشان يسافر عشان يجهز نفسه لمباراه تعتبر بطوله موجوده او بطوله مهمه دلوقتي في الكره المصريه، او اتحاد الكره بينظمها بشكل بقت بطوله اساسيه ومهمه، بطوله السوبر المصري، عشان يروح ويسافر ويجهز نفسه لمباراه صعبه اعتقد انها مده قليله. الكلام ده لو في مبدا تكافؤ فرص، يعني الفريق بتاعك لو لعب معاك في نفس اليوم ممكن نقول ماشي، يعني لو المصري اللي هو الفريق الثاني اللي هيلعبك في بطوله السوبر هيلعب معاك في نفس اليوم اللي هو يوم 8 هنقول ماشي، لكن طبعا المصري مباراته في الدوري الممتاز او اخر مباراه ليه في الاسبوع 17 هتكون يوم 5 يناير، فبالتالي وقت راحته لغايه يوم 12 هو وقت كبير يقدر يجهز نفسه ويسافر براحته ويقدر يتعامل بشكل جيد. لكن هنا بقى حاجه اسمها مبدا تكافؤ الفرص، عشان كده النهارده كابتن ساره حفيظ مدير الكره او النادي الاهلي بيطلب تاجيل المباراه لمده يوم او يومين على اساس يبقى في راحه مناسبه للفريق يقدر يسافر ويقدر يتعامل مع المباراه بشكل جيد، وده هو ده اللي بيسمى مبدا تكافؤ الفرص. ما ينفعش فريق يريح مده ويجهز نفسه بشكل جيد والفريق الثاني يعني تقريبا مده الراحه بتاعته او نص الفريق اللي انت هتلعبه، فبالتالي طبعا بتاثر بشكل كبير. فريق المصري فريق مميز وجيد، شفناه كان موجود في كاس مصر امامنا ماشي بشكل جيد وتعامل معاك بقوه لانها كانت مباراه واحده ايضا نهائي بطوله بطوله الكاس نتذكر هذه المباراه في الدوري. انت كسبته 2-0 والامور كانت الحمد لله ماشيه بشكل كويس، لكن في البطولات اللي هي من مباراه واحده الامور بتبقى صعبه والشكل بيبقى مختلف. فانت كنادي الاهلي طلبت تاجيل هذه المباراه، اتحاد الكوره قال لك انا ما عنديش مشكله لو الفرقتين او الفرقه الثانيه هذه الجزئيه. عشان كده واحنا بنشوف استاذ سمير حلبيه رئيس نادي المصري نفى تماما ان هم يكونوا وافقوا على هذه الجزئيه على ان تاجيل المباراه، وطلب بشكل ما ان المباراه تتلعب في ميعادها اللي حدده اتحاد الكره. طبعا حتى الان لسه هنشوف الايام القادمه، ولكن زي ما بقول لكم مبدا تكافؤ الفرص مش موجود تماما في هذه الجزئيه، ومبدا الراحه ما بين اللاعبين هنا واللاعبين هنا. احنا فرقه كويسه، فرقه عندنا لاعبين 30 لعيب ده يقدر يكمل المكان ده، ويعني امور كتيره جدا، وعمليه الروتيشن بيعملها كابتن حسام البدري مخليه الحمد لله اكبر عدد من اللاعبين ماشيين بشكل كويس، يقدر يحط حد مكان حد بيأدي نفس الدور. ولكن طبعا لازم الامور تبقى محسوبه بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي، لان انت عندك اصابات، هو عندنا حسام عاشور نتيجه الماتشات اللي ورا بعض بيحصل له اجهاد تقريبا في كل مباراه، عندنا رامي ربيعه بعيد، سعد سمير و و و بعض اللاعبين اللي ممكن في الفتره القادمه نتيجه ضغط المباريات ممكن ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل في هذه المباراه، فبالتالي الراحه مهمه وبتخليك تبقى كمان اجهز عشان حتى نشوف مباراه جيده. يعني انت مش عايز تروح تشوف مباراه ممكن تبقى هزيله نتيجه طبعا التعب الفرقتين او تعب الفريق الاهلي بالذات طبعا زي ما بقول لكم يبقى المباراه مش جيده. خلينا نقول ان لسه في الايام القادمه ممكن نشوف حل لهذه الوضعيه، ولكن النادي الاهلي طالب بتاجيل مباراه السوبر ليوم او يومين. كل ان شاء الله التوفيق لفريقنا، ان شاء الله بطوله مهمه وبطوله ان شاء الله نحصدها في وجود كابتن محمود الخطيب، خصوصا انها تبقى اول بطوله تبقى في عهد كابتن محمود الخطيب. وليد ازارو وهو بنتكلم في الفترة اللي فاتت بعض العروض اللي ممكن تيجي من أندية في فرنسا، أندية في إسبانيا، أندية، ولكن دائما النادي الأهلي ما بيعترفش غير بالمطالب الرسمية أو الرسمي أو الطلب الرسمي للاعب يكون موجود من خلال فاكس. ده ما حصلش مع وليد أزارو وهو كمان كلاعب
اكد ان هو مكمل مع النادي الاهلي، حابب ان وجوده مع النادي الاهلي وفريق كبير لسه قدامه شويه عقبال ما يتاقلم بشكل كبير مع النادي كمان، وفي نفس الوقت كل ما هو بيقعد اكيد قيمته بتزيد في ظل وجوده مع فريق قوي وفريق ليه اسمه، اسمه النادي الاهلي، اكيد سعره هيزيد. وهو ده كلام وليد ازارو، كل التوفيق ليه ايضا وليد ازارو، هو واحد من هداف النادي الاهلي في التوقيت الحالي. اتمنى له طبعا زياده من عدد الاهداف، زياده في التركيز، زياده في الاهتمام بالكوره، في حته احراز الاهداف هتلاقيه فرق كتير جدا، وبدل ما يجي له عرض شافي هيجي له عرض رسمي بامر الله. اتحاد الكوره بيفاوض بيلاروسيا لمواجهه الفراعنه طبعا الفتره اللي جايه من فريق الكبر، وهو بيتكلم بقى عن الاستعدادات سواء في شهر مارس او في شهر مايو ان شاء الله، المباريات اللي هيقابلها. انت عندك مدارس هتقابلها في بطوله او المجموعه بتاعته، تتكلم على روسيا، اوروجواي، عندك السعوديه، ثلاث مدارس مختلفه في كره القدم. عشان كده ايضا لازم لما تيجي تلعب مع مباريات وديه لازم تبقى بنفس المدرسه او نفس الكره تقريبا او مشابهه لهذه الكره. فيمكن بيلاروسيا واحده من الفرق اللي ممكن تكون شبه الكره الروسيه مثلا، لان هي طبعا قريبه منها. ايضا بولندا فرقه من الفرق اللي ممكن تتعامل معاها ايضا وتلعب معاها، قريبه من فرقه روسيا. جزئيه بقى ان انت ممكن تلعب تشيلي قريبه من لعب او طريقه لعب فريق اوروجواي، فرق كتير ممكن تقدر تتكلم معاها، ولكن الاكيد اللي ممكن تقدر تلعبه شبيه للكره السعوديه هو الكره الاماراتيه او منتخب الامارات. ده لحد الان، حتى الان لسه ما تحددش، ولكن طبعا بعد المباريات الوديه اللي ممكن تكون اتعرضت على منتخبنا الوطني في الفتره القادمه ان شاء الله مستر روكتو كوبر والجهاز الفني يحددوها بشكل كبير. طبعا شفنا بطوله اوروبا في الفتره اللي فاتت، والفرق اللي صعدت لدور ال 16 كانت مباريات مميزه جدا، ودايما بنسعد بهذه البطوله. كريستيانو رونالدو اختير من مشجعي او متابعي بطوله اوروبا بشكل كبير في الجوله الاخيره كاحسن لاعب في هذه الجوله، ويمكن اخذ 41 صوت، يعني اعتقد ان هو اميز لاعب، او ما تيجي تبص لبقيه اللاعبين هو اكبر اللاعبين اصواتا اخذ في هذه الجوله 41 صوت، ونشر الحساب الرسمي لدوري ابطال اوروبا على تويتر هذه النتيجه، وكانت طبعا لمصلحه كريستيانو رونالدو. كل محبي ريال مدريد بيحبوا هذا اللاعب اللي لسه امبارح من خلال بالون دور، من خلال افضل لاعب او الافضل، اخذ الكره الذهبيه وتتسلم هذه الكره الذهبيه تحت برج ايفل في باريس. اعتقد كده تساوى مع ميسي في عدد الحصول على هذا اللقب بشكل كبير. كريستيانو رونالدو لاعب من اللاعبين المميزين، واللي صعد بفريقه لدور 16 في المركز الثاني خلف توتنهام، يمكن طبعا بطوله مهمه زي ما احنا شايفين كده. كريستيانو رونالدو من افضل اللاعبين اللي جم في تاريخ الكره حتى الان، هو طبعا وميسي وبعض اللاعبين طبعا الافزاز في وقت سابق مارادونا، مجموعه من اللاعبين فعلا يستاهلوا ان هم يكونوا موجودين والناس كلها تحبهم. يعني ده واحد من الناس المميزه واللي اخذ امبارح زي ما بقول لكم الكره الذهبيه. بخصوص طبعا بطوله اوروبا والشكل اللي احنا استمتعنا بيه، ليفربول اللي بيلعب فيها نجمنا محمد صلاح من الفرق القويه جدا، هي وباريس سان جيرمان اكتر الفرق في دوري ابطال اوروبا حتى الان احرازا الاهداف في حتى الان في بطوله اوروبا، في مجموعه من الاهداف كثيره جدا زي ما احنا شفنا في اخر مباراه كسبوا 7. اعتقد ان محمد صلاح واحرازه هدف برضو دي حاجه بتخلينا فخر دائما بهذا اللاعب محمد صلاح، كل التوفيق ليه، ولكن يا رب ان شاء الله محمد صلاح من خلال وجوده في ليفربول والبطوله اوروبا يبقى، نتمنى ان ليفربول ياخد هذه البطوله في ظل وجود نجمنا محمد صلاح. عايز اقول لكم مباراه كاس مصر النهارده كان في بعض المباريات اتلعبت بدايه من امبارح. الخميس كان مباراه حرس الحدود والزمالك، وفوز الزمالك 3-0. طبعا احنا بنلعب في دور 16، الزمالك فاز على حرس الحدود 3-0. ايضا النهارده الاسماعيلي فاز على اف سي مصر طبعا في مباراه صعبه، فاز الاسماعيلي 1-0 في الدقيقه 89 بهدف بهاء مجدي. ان شاء الله بكره في بعض المباريات ايضا، لا النهارده كان في ايضا سموحه مع بتروجيت وفوز سموحه 2-1. بكره ان شاء الله يكون في مباريات الجونه والانتاج الحربي ووادي دجله والمصري والاسيوطي والاتحاد السكندري. ان شاء الله احنا عندنا مباراه مع لسه ما تحددش وقتها، وايضا مصر المقاصه والمقاولون العرب لسه ما تحددش وقتها.
لكن الزمالك هيلاعب الجونه او الفائز من الانتاج الحربي، والاسماعيلي هيلاعب المقص او المقاولون. طبعا الاهلي والداخليه لسه هيلعبوا، وهيلعب الفائز منهم هيلاعب الفائز من الاسيوطي والاتحاد وسموحه وبتروجيت، اللي هو طبعا الفائز هنا كان سموحه، هيلاعب المصري او وادي دجله. ده بخصوص كاس مصر ودور ال 16 اللي جزء منها هتلعب النهارده ولسه الجزء الثاني. مباريات طبعا ان شاء الله الاسبوع القادم بالنسبه للدوري، طبعا يوم الاحد ان شاء الله هيكون في مباراه مصر المقصه والاهلي، ده مباراه مؤجله من الاسبوع الثاني. ثم ان شاء الله مباريات الاسبوع ال 13 هتبتدي يوم الاربعاء بمباراه طلائع الجيش والرجاء، ثم المصري البورسعيدي والداخليه وامبي والانتاج الحربي ومصر المقصه والنصر ووادي دجله والمقاولون العرب والزمالك مع الاسماعيلي وسموحه. ان شاء الله هيكون يوم الجمعه سموحه والاسيوطي وطنطا مع الاهلي وبتروجيت والاتحاد السكندري. يبقى احنا ان شاء الله عندنا مباراه يوم الاحد امام مصر المقاصه، ثلاث نقاط مهمين، ثم ان شاء الله في دي مباراه مؤجله، ثم مباراه من الاسبوع 13 مع طنطا. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا فريق النادي الاهلي، يا رب احنا ده اللي احنا نتمنى ان شاء الله من خلال تواجد الفريق بالشكل اللي احنا شايفينه وعمليه الروتيشن اللي موجوده بشكل كبير، كابتن محمود خطيب والتحفيز، كابتن حسام ايضا والمحاضرات الفنيه من خلال الفيديو من خلال اللاعبين، كل ده مهم جدا جدا في الفتره اللي جايه، انك تحط بقى الاهداف بتاعتك من خلال مجلس الاداره، من خلال الجهاز الفني معاه بالتعاون طبعا مع الجهاز الفني، كل ده يهمنا ان شاء الله في الفتره القادمه للحصول على كل ثلاث نقاط في كل مباراه، هتخليك ان شاء الله مع قرب نهايه الموسم تقدر تاخد هذه البطوله بدري عن السنه اللي فاتت. كمان السنه اللي فاتت يمكن حصلنا عليها قبلها باربع او خمس اسابيع، لكن السنه دي ان شاء الله في ظل نتائج الفرق المنافسه ليك وفي ظل انت تفوقك الكبير ان شاء الله تقدر تخلصها بشكل افضل من السنه اللي فاتت. وده تحدي موجود لكابتن حسام البدري اعتقد، وهو واحد من الناس اللي دائما بيكسر الارقام القياسيه مع طبعا اللاعبين والجهاز الفني. كل التوفيق لفريقنا. هروح لفاصل وارجع بقى مع كابتن عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد السابق او الاسبق، نقدر نتكلم في امور كثيره خاصه ب فريق النادي الاهلي وبعض الامور الخاصه. طبعا احنا شفنا امبارح زي ما بقول لكم كريستيانو رونالدو بيحصل على الافضل في اللاعبين حول العالم من خلال تصويت او مجله فرانس فوتبول. طبعا امور كتير احنا بنستنى كل سنه مين اللي بيبقى الافضل، النهارده او امبارح كان كريستيانو رونالدو. هنتكلم مع طبعا كابتن عصام عبد المنعم ايضا على بطوله اوروبا. هروح لفاصل واستقبل كابتن عصام عبد المنعم.